نروح للاستاذ وليد البطوطي مستشار وزير السياحه الاسبق. صباح الورد. صباح الجمال والسعاده والورد وكل حاجه جميله. يمكن اعتقد اللي بيحصل ده احياء مره اخرى للتراث زي ما احنا بنقول، ده الحدث، ولكن اعتقد برضه هو حدث سياحي من الدرجه الاولى. عايز اروح للبعد ده اكتر استاذ وليد. زي ما حضرتك قلت، طبعا هو حدث سياحي من الدرجه الاولى لانه ده ليه متابعين في الشرق الاوسط، وعلى فكره ليه متابعين حتى على مستوى العالم، في ناس صحيح بتحب بتتابع الاخبار دي. خليني اقول لحضرتك اجمل حاجه لما يكون المسؤول صاحي وواعي. اظن كلامي هيبان طبعا. انا بتكلم على مين؟ انا بتكلم على اللي بيقوم على المنظومه كمان وبيحركها، ودؤوب محافظ جنوب سيناء بيتحرك كويس جدا. سياده اللواء خالد فوز كل فعاليات اي حاجه، الراجل ده ما شاء الله الله اكبر عليه، ما بيضيعش فرصه الا لما يكون في اي شيء يعمل فيه نوع من انواع الجذب. كل يوم عنده في المحافظه بتاعته بيعمل فعاليات وحاجات جميله، فبتطلع من عنده كلها اخبار ايجابيه. وطول ما انت عندك اخبار ايجابيه، طول ما انت موجود على الساحه بره وبتبدا تستعيد موقفك، بل بالعكس مش بتستعيد موقفك، لانه انا ما اعرفه عن هذا الرجل ان هو دايما غير راضي عن الاعداد، دايما غير راضي عن لما تقول له كنا بنجيب 5 مليون يقول لك ليه ما بقوش 9 صحيح 7 ليه، لما كنا بنجيب 9 يقول لك ما نخليهم 15. هذا الرجل دايما يسعى انه عاوز محافظته دايما تبقى كلها شغاله، وخد بالك لما محافظته بتشتغل البلد كلها بتشتغل. ومؤخرا انا شفت كمان انه في تعاون ما بينه وما بين محافظ البحر الاحمر، وانه هيشغلوا الكاتماران وهيشغلوا خط من بتاع مصر الطيران النقل الوطني ما بين المحافظتين كمان. خد بالك انك انت ممكن تاخد السائح النهارده من الغردقه لشرم، وشرم يروح يزور سانت كاترين، ومن شرم الشيخ توديه الاقصر، توديه عن طريق الغردقه وتوديه سفاجه وتوديه الاقصر. الدنيا دي كلها بتتحرك، كل ده انت بتشغل كل محافظات مصر. تيجي بقى انك انت السباق الهجن ده شيء يعني مقبول جدا جدا جدا، وله ناس مريدين ومحبين في دول الخليج كلها. فهم بيجوا لهم، امبارح كان عندنا ضيوف كبيره ومهمه، عشان اللي حضرتك قلت عليه انه مصر دلوقتي زي ما بنقول درع وسيف. صحيح مصر ليها درع وسيف، وده حاجه تدعو الى الفخر والعزه والاحساس بالقوه اللي يحمي ويبقى يخلي عندك سياحه قويه في البلد، انه انت تبقى عندك بلد فيها استقرار، بلد فيها امن، كل حاجه عندك تتظبط بعد كده. انا معايا مجموعه، انا معايا جروب سياحي امبارح كان عندنا محاضره، والظروف الحاليه لازم بتتكلم عن ماذا يجري في مصر. الناس يعني انا دايما بقول، انا رايي ان السيد رئيس الجمهوريه تقريبا عمل نهضه في البناء على مستوى مصر لم تحدث منذ بناء الهرم الاكبر. انت بتتكلم على مدن وكباري وطرق وكل ده بيشتغل، وفي نفس الوقت احنا الحمد لله حركه السياحه استعادت نفسها كويس. والسنه الجايه يعني اللي احنا فيها 2020، خليني افكر حضرتك هقول لك على ارقام غير مسبوقه. ومش احنا بس اللي بنقول، خد بالك احنا ممكن نكون مصريين املين او لا، ده منظمه السياحه العالميه بتتكلم من خلال حجوزات، بتتكلم من خلال تقارير، بتتكلم من خلال دراسات، انه 2020 يعني سنه هتشهد زياده في الاعداد عن ما سبق في 2020. طيب بعض وسائل الاعلام تحدثت عن انه ربما الاحصائيه تزيد 15% عن السنه اللي فاتت. بص حضرتك، متوقع ان احنا نوصل ل 15 مليون سايح في 2020 ان شاء الله. لانه تاني زي ما بقول لحضرتك المنظومه كلها بتشتغل مع بعض. انت بقى عندك فريق كامل، ما بيعادش واحد بيعزف لوحده. يعني طبعا احنا طيب استاذ وليد، لو رجعنا لموضوع سباقات الهجن، سباقات الهجن ما عادتش مجرد فكره تراثيه بس او مجرد احتفالات لها علاقه بالتراث، لا كمان دي اصبحت صناعه، ولدينا قبائل في جنوب سيناء وشمال سيناء مهتمه كمان بالصناعه دي، وهي فرصه قدامهم كمان قدام المشاركين سواء في السباقات او قدام السياح اللي موجودين في مدينه شرم الشيخ او المدن الاخرى المجاوره، ان هم كمان يعرضوا المعروضات بتاعتهم، يعرضوا اعمالهم وتراثهم الفني قدام السياح، ويشاركوا كمان في السباقات دي لما بيتم تسليط الضوء عليها. انت عارف ان حضرتك دي صناعه وتجاره. صحيح. لانه البعض من الابل او الجمال دي بيبقى لها اسعار خياليه لا يتخيلها الانسان لما تسمع الارقام اللي بتدفع فيها.
او البريدنج بتاعها اللي هي يعني السلاله بتاعتها، في منه بيبقى سلالته كذا وده بيجيبه صحيح. كذا ده بقول لحضرتك، ده انت بس بتفتح كميه مجالات بمجرد ما تشغل الموضوع ده. منتهى الذكاء طبعا. اتمنى كل الخير لمصر ان شاء الله، وان يكون في فعاليات زي دي يا رب. زي ما بقول لك هي على اجنده الاجنده بتاعت البلد على مدار ال 365 يوم. يبقى عندنا اجنده فعاليات ثابته كمان، والمهم ان احنا نثبت التواريخ باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ وليد البطوطي مستشار وزير السياحه السابق، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.